السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق. منتخب النشامى لثاني مرة بعد أن دربهم من قبل بول بوت، الآن يدربهم فيتال بوركلمانز في هذه المباراة التي بكل تأكيد للجماهير دور كبير فيها هنا في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في شرقي دولة الإمارات. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم مع مباراة الأردن وأستراليا، المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في كأس آسيا 17. الأردن تواجدت 3 مرات وصعدت للدور الثاني 2، ولا شك أن طموحاتها هذه المرة تبدو أكبر من المشاركتين أو من المشاركات 3 الماضية. المنتخب الأسترالي يكفي أن نقول أنه منتخب يدافع اليوم يبدأ بعامر شفيع عميد المنتخب الأردني الذي يشارك ثوب منتخب النشامى في مهمته التي بالتأكيد لا تخلو من الصعوبة. لعب في الدنمارك أورمابيل يحاول المرور، ولكن طبعا يشترك معه التي ربحها الأزرق الكويتي، وكان أول منتخب عربي يفعل نحو مرمى. وحتى الآن الفريق الأسترالي فريق حقيقة يحاول أن يظهر سطوته، يظهر أنه هو الفريق الذي يدافع عن لقبه ويظهر إمكانياته، ولكن كما قلت لك وحقيقة الكرة الأردنية منتخب النشامى مر بتراجع كبير جدا، بالذات بعد الفترة التي تلت خسارته أمام أستراليا 5-1 في المباراة الفاصلة لتصفيات مونديال روسيا. تلك المباراة اللي كان منتخب الأردن بقيادة بيل أورمابيل يعليها، وعامر شفيع بخبرة الكبار يبعد لها، شاهدناها مع منتخب أستراليا في مونديال روسيا. تخيلوا جرام أرنولد سمى 15 لاعب، جرام أرنولد. هذا موسى التعمري المهاري السريع، موسى يدخل منطقة الجزاء، لا يتحلها هذا اليوم على مدينة العين وعلى منتخب النشامى. لنشاهد مباراة الأولى مع في 2011 اللي كانت في قطر، تعادل، يعتبر أشهر الأندية القبرصية، والحديث كل الحديث يدور عن من جديد. سعيد مرجان، سعيد إلى بهاء عبد الرحمن، وتسديد، الله، روعة. نعم نريد من هذا الكثير، نريد شيئا من هذا كثيرا. نعم، برافو 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 يوسف. يوسف طبعا يوجه أول اختبار. هاي الكرة كيف خطفها خليل بني عطية. حدث عن لاعبي الفريق الأردني، حذاري. برافو عامر، ما شاء الله. لكن في خطورة، من هذا اللاعب مابل، ترتد الكرة. والمباراة بالسودان، وأصول عائلته طبعا أيضا من كينيا، يعني هو ولد في كينيا ولكن أصله من جنوب السودان، ولكن أيضا يعيش في أستراليا وأصبح لاعبا أستراليا. أن يقدموا النتيجة والأداء الذي يليق بهم وبالتحسن الذي أظهروه في المباريات والمشاركات الأخيرة. محاولة موسى التعمري، ها هو موسى، كرة على جهة اليسار وكرة عرضية خطيرة تمر. كونتر اتاك يا ياسين، يتقدم ياسين، ضاغط عليه اللاعب الاسترالي روجيتش، صعب انه يمر طبعا كل هذه المسافه. الكره العرضيه يبعدها عامر، اماميه الكره ملعوبه، يتدخل ويبعدها مدافع الملعب، ويدافع طبعا يعتمد على هجمات مرتده واضحه. الكره العرضيه الاخيره، وعامر كيف ابعدها بقبضه اليد، ما شاء الله عامر واضح تماما من الطريقه اللي بيتصدى فيها، واضح. هذه كره طويله تتحول على جهة اليسار، كرة عالية، وعامر شفيع يبعدها. عامر شفيع أمامية الكرة ملعوبة، يقطعها بهاء عبد الرحمن، حتى الآن لم تفعل شيئا. هذه محاولة مرور، 2010، كرة عالية داخل منطقة النجاد، جزاء طبعا، والحكم يحتسب خطأ لصالح الحارس عامر شفيع. العصبية لا داعي لها، عامر من الحراس، يعني هو طول عمره مقاتل في ملعب، واحيانا حقيقه العمليه بيحصل في نوع من طويله ممتازه الى اللاعب المتابع، يلا هي بانتظارك، ولكن النشامى على المنتخب السعودي، وكره في المرمى، هدف للنشامى، وهدف الله، سلمت راسك، يا لها من بدايه، يا لها من بدايه. 1-0 للنشامى، 1-0 للنشامى، ايوه، اعطونا، ادونا، متعونا، يا على انا
ياسين، أنس 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 صاحب الخبرة أنس، نعم سلمت رأسك طالما لطالما سجل أهدافا بهذه الصورة من فوق ماتيو ريان. ماتيو ريان لم يتابعها إلا بالنظر. 1-0 1-0 للنشامة. الله على هذا الهدف، الله على هذه النهاية المثالية. وفي قطر نعم خبير يلا يلا يا موسى، يلا يا موسى، ارتبكوا. الكينجارو ضاع في هذه الدقائق. منتخب أستراليا بطل القارة. يا بهاء أضلك بالقريبة، يا بهاء لعبة في البعيدة العارضة لا تريدنا، لكننا طبعا إن شاء الله سنحقق الفوز رغما عن العارضة والقائم. مش معقول، فورة حماس رائعة جدا. فريق الأردني مسيطر، الكرة على جهة اليسار، عرضية الفريق الأسترالي، لكن هناك حالة تسامح طبعا عدم سماح الفريق الأسترالي أن يشكل خطورة. الكرات العرضية ميليغان طويلة ورأسية المتقن يعود ويتعادل، وحذاري طويلة خلاص وقيمة المباراة وأشياء من هذا القبيل. لكن يعني بالتأكيد المنتخب الأردني قادر على أن يكون بين، خلينا نقول بين أول 50 منتخب عالمي، إذا مش 50-60. 2010 وكان مساعد أجن جوس هيدينغ في مونديال 2006. الله عليك يا أنس. الله ملأت رأسك. 30 النشامة يتقدمون بهدف، هذه كرة أمامية لونغو إلى اللاعب مابيل، وكرة تحول للفريق الأسترالي، هي الرابعة لهم في المباراة، بينما نحن سجلنا من ركن اللي هو أنس. وكرة عرضية خطيرة. لكن آخر مباراة بينهما على صعيد المنتخب الأول، مباراة 5-1 اللي انتزع منه 4 نقاط، منتخب الأردن عمل تعادل وخسارة مع منتخب قرغستان، سجل هدف من خطأ دفاعي يحصل هدف. لكن الفريق الأسترالي لازال يحاول تماما عليهم. ثم هذه الكرة البنية الخطيرة والكرة العرضية، برافو عامر العميد. هاي الكرة، هاي ركلة الجزاء، هاي لا تخنتوها. تغير المدرب، كان طبعا فان مارفايك المدرب الهولندي. والتقدم الأردني بالنتيجة حتى الآن، والمهم هي النتيجة أمامي يوم غد صباحا. بالنهاية المهم إبعاد الخطورة، وكرة في منتهى الخطورة. محاولة أسترالية أمامية وها إلى اللاعب مابل، حولها مابل، ارتدت من عامر، يعني أراد أن يقول أن الأمور تحت السيطرة بإذن الله تبقى كذلك. ياسين البخيت ترتد وتسديدة أسترالية بعيدة من توم روجيتش. هذا اللاعب الجديد روجيتش، واللي سدد اللاعب القديم بالفريق الأسترالي. فريق الأسترالي خليط من الخبرة، 20 منتخب و11 منتخب عربي. يحاول موسى يمر وفي النهاية انقطعت. يا موسى حذاري. لكن برضو اللاعب الأسترالي مبالغ. هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء ويبعدها خليل خارج منطقة الجزاء، وكرة تعلى فوق العارضة. محاولة المدافع المتقدم عزيز بهتش فوق عارضة عامر شفيع، تعود لموسى. يلا كراتك يا موسى. الإنذار لم يكن له داعي قبل قليل. هذه كرة أمامية. أوكومونوميدس عنده 23 سنة هذا اللاعب، ملعوبة. يلا ياسين. يا خسارة. السريع تباطأ في آخر اللحظة. ياسين يحصل على ركنية. يا موسى كرة عرضية لكن لم تكن عالية، عادت من جديد. الله عليك يا خليل ولا ياسين. مابل يتقدم، يعكس كرة، يقطع الدفاع، ترتد، تصل أسترالي. هو مابل اللي يتحرك في كل مكان دوني للحصول على أخطاء قريبة، لكن للتأهل إلى كأس العالم. الله في منتهى الخطورة. حاول يتابعها اللاعب البديل اللي هو أتوقع أنه أيضا الجمهور يريد النتيجة لصالح منتخب النشامة، لا من الفوز والانتصار بالذات إذا كانت الاستحقاقات. أحلى كرة عملها سعيد يسار. محاولة وانتو، يقطع الدفاع،
رائعة جدا. يلا العرضية، يلا سعيد، سعيد بعد أن عاد إلى 35 حتى يمكن 40 تمريرة، الكرة العرضية منتهى الخطورة منهم، لكن على ما يبدو خلاص المدرب اكتفى. هذه كرة يبعدها في مكان مرشان نريده، هذه خطيرة، يلا الثاني، يلا الثاني، ضعيفة.